حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية، خيول السباقات في اليمن من البطولات الدولية إلى الصور جوار العرسان. وفي الصحافة الدولية، وكالة ناسا تكشف عن 3 تصاميم لمنازل على كوكب المريخ. ومن أخبارنا المنوعة، مواطن ليبي يعرض خيمة القذافي للبيع. أهلا بكم. كل ما يمشي على الأرض في اليمن يعاني من الجوع، حتى الخيول العربية الأصيلة باتت تعاني منه في مزرعة رصابة التابعة للمؤسسة الاقتصادية بمدينة ذمار منذ العام 2014. ويعنون موقع المشاهد نت نفوق الخيول العربية الأصيلة في مزرعة رصابة بذمار، وقال الموقع إن 32 خيلا بينها 13 خيلا عربيا أصيلا ماتت جوعا في المزرعة، لتكشف حجم البؤس الذي أحاط بحياة هذه الحيوانات الجميلة التي حققت لفرسانها جوائز محلية إقليمية. وفي المحافظة التي يسيطر عليها الحوثيون، تم تقليص الحصص الغذائية لهذه الحيوانات عقب توقف الميزانية التشغيلية للمزرعة، وباتت وجباتها الرئيسية تختصر في التبن والماء، بعد أن كانت وجباتها الغذائية تتضمن كميات من اللوز والزبيب والتمر وبعض الفواكه. وتتجاوز مساحة المزرعة التي تضم قسما خاصا للخيول وآخر للأبقار 60 هكتارا صالحة للزراعة، لكن تم إهمال أجزاء واسعة منها. ويكتفي القائمون على مزرعة الخيول بإخراج بعضها لالتقاط صور للناس وهم على ظهورها مقابل مبالغ مالية صغيرة تذهب إلى جيوب موظفي المزرعة وحراسها وليس إلى بطون الخيول. وتعتبر مزرعة غرواصة للخيول المكان المفضل للعرسان الذين يفضلون التقاط الصور التذكارية وهم على ظهورها مرتدين الملابس التقليدية. عندما يشتكي الأهالي من انعدام القمح في الأسواق، ترد عليهم ميليشيا الحوثي أن هناك حصارا يحول دون وصول المواد الأساسية إليهم، لكن الحقيقة يكشفها موقع المصدر أونلاين. الحوثيون يمنعون إعادة تشغيل مطاحن البحر الأحمر، وقال الموقع إن مسلحي جماعة الحوثي منعوا إعادة تشغيل مطاحن البحر الأحمر ومنعوا استئناف العمل في المطاحن الرئيسية للقمح بعد أن رفضوا وصول 120 موظفا إلى المطاحن عبر مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرتهم. وأشار إلى أن جهودا لبرنامج الغذاء العالمي توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مع الحوثيين لإعادة تشغيل المطاحن قبل أن يتراجع الحوثيون في تنفيذ الاتفاق والسماح للموظفين بالوصول إلى المطاحن. وتحوي مخازن المطاحن على 51 ألف طن متري من القمح تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر واحد. صناعة الفوضى والحرب في الشرق الأوسط، تحت هذا العنوان كتب برهان غليون ما قاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: لا توجد شروط لمساعدة إيران على زعزعة دول المنطقة واحتلالها من الداخل، ولا لإعطاء دفعة قوية لنزعة التطرف والرهان على العنف الانتحاري والإرهاب الدولي، أفضل من قتل فرص الحوار وقطع الأمل بالسلام وتعزيز الحلول التفاوضية في النزاعات الداخلية والإقليمية. ولن يقود استمرار مثل هذه السياسات الحمقاء التي قادت إلى خراب أحوال المنطقة وجعلت من بلدانها قاعاً صفصفاً ومن شعوبها لاجئين ونازحين أو مشاريع نازحين ولاجئين في العالم أجمع، إلا إلى تنامي العنف وتفاقم القتل والدمار. ليس العنف في استخدام السلاح القاتل خارج حكم القانون أو انتهاكاً له فحسب، إنه يكمن بشكل أكبر في تقويض حكم القانون وحرمان المجتمعات من مرجعية قانونية تنظم علاقتها وتضمن تفاهم أفرادها وجماعاتها وتعاونهم. فالقضاء على حكم القانون وقاعدته لا يقتل أفراداً ملموسين ومرئيين، لكنه يوجد البيئة المثلى لتوليد العنف وتعميم الجريمة سلوكاً حتمياً وطبيعياً، ويعرض شعوباً كاملة للإبادة بمقدار ما يحرمها من حقها في الأمن والسلام والاحتكام للعدالة. فكما أن بسط السلام داخل المجتمعات وبين الدول لا يتحقق إلا بسيادة حكم القانون وخضوع الجميع إلى قاعدة واضحة ومقبولة معاً، لا يمكن لتقويض معنى القانون والاستهتار به والحيلولة دون تطبيقه إلا أن يكون المصدر الأول لتوليد العنف وتعميم استخدامه. ومن هنا كانت الفتنة، أي ضياع حكم القانون ومعناه، أشد من القتل،
كانت إقامة إسرائيل على أنقاض فلسطين فتنة إقليمية ودولية بمقدار ما كانت خرقاً للقانون الدولي والإنساني، وإلحاق واشنطن الجولان بإسرائيل اليوم هو تجديد لروح الفتنة ذاتها وتمديد لزمن الفوضى والحرب. منذ أن احتلت ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء تغيرت نوعية المشاريع التي يتم افتتاحها، ففي مأرب تم افتتاح مشروع جديد مرتبط بالحرب. وفقا لموقع الصحوة نت، الأمل مخيم لنازحي أبناء حجور في مأرب. وقال الموقع إن وكيل محافظة حجة أحمد جبلي افتتح مخيم الأمل لإيواء الأسر النازحة من حجور إلى محافظة مأرب. ونفذ المخيم ائتلاف الإغاثة والبناء بتمويل اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة حجة وإشراف إدارة مخيمات النازحين بمأرب. ويتكون المشروع من 40 وحدة سكنية، وتتكون كل وحدة سكنية من غرفتين للمعيشة ومطبخ وحمام ومكيف وإنارة، كما توجد مساحة صديقة للأطفال للتخفيف من الآثار النفسية للحرب. وأشاد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب حسن الحسني بالجهود التي بذلت لإنجاز المخيم حتى أصبح نموذجيا من ناحية توفير أغلب الاحتياجات والترتيب والنظام. بعد سنوات من السير في شوارع عدن بدون إشارات تنظم حركة سير المركبات، تتساءل صحيفة الأيام هل تعاود إشارات المرور الضوئية عملها في عدن؟ وقالت الصحيفة إنه في 25 من الشهر الفائت تم تركيب الإشارات الضوئية المرورية في تقاطع الشارع الرئيسي في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، والتي ستساهم في تنظيم حركة سير السيارات والمارة ومنع حدوث الازدحام المروري الخانق الذي كانت تعيشه المركبات والمارة بتقاطع هذا الشارع الهام خاصة في أوقات الذروة. أمين عام المجلس المحلي لمديرية الشيخ عثمان علي عبد المجيد أشار للأيام إلى أن تركيب الإشارة الضوئية المرورية في المديرية جاء بعد جهود ومتابعات حثيثة، ويجري حاليا استكمال إصلاحها وتوصيل الكهرباء إليها. الباعث على الحسرة أن أهالي عدن سعداء بتركيب إشارات مرور ستطل على 4 اتجاهات في وقت أصبحت الإشارات المرورية جزءا من الماضي في عصر الجسور والأنفاق. وتحدث للأيام مدير إدارة السلامة المرورية في مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن أنهار حسين كاشفا عن إلغاء متعمد للإشارات، وقال تم إلغاء هذه الإشارات بسبب رغبة البعض في حركة حرة في التقاطعات والجولات. في تذكر القمم العربية تحت هذا العنوان كتب عبد اللطيف سعدون مقاله في صحيفة العرب الجديد مضيفا في أجزاء من المقال. انشغل القادة العرب بالقضية الفلسطينية أكثر من 7 عقود، وأصدروا عشرات البيانات والقرارات بخصوصها، كما شغلوا شعوبهم بها إلى درجة أنهم أعطوا الأولوية في مؤتمراتهم للاستعداد للمعركة الفاصلة من أجل تحرير فلسطين، وصدق الإنسان العربي دعواهم، ورضي بالتنازل عن خبزه وحقه في الحرية، وصبر إلى 30 قمة، ولك أن تحسبها 40، إذا أضفت إليها القمم الطارئة والقمم الاقتصادية. وها نحن وبعد تلك العقود الممتلئة بالخيبة والخذلان نتوسل الولايات المتحدة الراعية لإسرائيل والحامية لها، ونتوسل إسرائيل نفسها أن تمنحنا بعض فتات صفقة القرن التي أقدمت واشنطن على الشروع بتنفيذها عمليا، إذ وهبت ما لا تملك هدية لحكومة تل أبيب، وصمت القادة العرب عن تحديد أي إجراءات عملية ولو في الحدود الدنيا تجاه الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو توافق على تكريس سيادتها على الجولان، وخصوصا تجاه الولايات المتحدة التي تزدري العرب ولا ترى فيهم سوى خزانة مال وآبار نفط. وفي موازاة القمم 30 ظلت إسرائيل التي أطلقنا عليها أيام زمان تسمية الدولة اللقيطة باقية وتمتد، وتنمرت في مواجهتنا إلى درجة أنها ابتلعت القدس كلها وقضمت الجولان وجزءا من لبنان، وتستعد لخطوات أكبر سعيا وراء إسرائيل جديدة تعيد إلى الذاكرة المفاهيم الصهيونية المتوارثة التي يلخصها شعار أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل. وسوف نسمع القادة العرب في كل قمة قادمة يشجبون ابتلاع أو قضم إسرائيل أراض عربية أخرى، ويعتبرون ذلك كله غير ذي أثر. وفي تذكر مؤتمرات القمة ومع كل قمة عربية جديدة ليس لنا ما نقوله للقادة العرب سوى ما قاله شاعرنا: في يدنا بقية من بلادنا فاستريحوا كي لا تطير البقية.
تتضاعف مشاعر الحزن والألم لدى الشعب اليمني الذي يعاني منذ سنوات من حرب أحرقت الأخضر واليابس وحولت البلاد لكوم من الرماد، حتى أصبحت بعض الأنشطة المتعلقة بالموت مثل الأكفان سلعة رائجة. ويعنون موقع مصر العربي: في زمن الحرب الأكفان تجارة رائجة في اليمن. وقال الموقع: انتعشت أسواق الأقمشة التي تبيع الأكفان، وهي قطعة من القماش يتم وضع جثة الميت بها قبيل دفنه تحت التراب. وجعلت الحرب اليمن السعيدة حزينا، خاصة بعد أن تلاشت السعادة بين الغارات والانفجارات المتتالية التي يروح ضحيتها أطفال وكبار. صار اليمن حزينا ومظاهر الحزن ظهرت واضحة للعيان في الشوارع والميادين. وانضمت الأكفان التي تشترى من سوق الأقمشة وتجهز عند الترزي إلى قوائم السلع والمواد الغذائية الأساسية المطلوبة عند الشعب اليمني. ورغم ارتفاع أسعار الأكفان إلا أن حق المتوفي إكرامه بالدفن، وهذا لا يتحقق إلا بعد تفصيل ثوب من القماش الأبيض الذي يستقبل به الآخرة ليبتعد عن حرب لم ترحم صغيرا ولا كبيرا. عرض رجل ليبي خيمة الزعيم الراحل معمر القذافي للبيع، مؤكدا أنه ينتظر سعرا مناسبا لبيعها رغم أنه يتلقى عروضا يومية لشرائها، وفقا لصحيفة القدس العربي والتي عنونت: ليبي يعرض خيمة القذافي للبيع، كم يبلغ سعرها؟ وقال الرجل الذي عرف نفسه بمسعود إنه حصل على الخيمة من ضابط في الجيش الليبي، مضيفا أن أعلى سعر تلقاه هو 37,000 دينار ليبي، ولم يتخذ قرارا بعد بالتنازل عنها. وذكر مسعود أن نوعية الخيمة ولونها والرسومات التي تزينها نادرة ولا تتوفر إلا فيها. وتفيد الصحيفة: الخيمة كان يستقبل فيها القذافي الرؤساء، وسبقا اصطحبها معه إلى أسفاره إلى فرنسا وإيطاليا ودول عدة. مسعود يقول إن الخيمة مكتملة بجميع مشتملاتها منذ أن كان يستعملها القذافي في أسفاره الأخيرة، ودائما ما كان القذافي يصر خلال زياراته الخارجية على الإقامة في خيمة بدوية، وهو ما تسبب بحالة من الجدل في بعض الدول على غرار ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009، عندما كان القذافي يبحث عن أرض لينصب عليها خيمته خلال زيارته إلى نيويورك، وفشل في تأمين مكان في منتزه سنترال بارك في مانهاتن. المفكر المعروف فرانسيس فوكوياما يواصل الكتابة حول الهوية، وهذه المرة تحت عنوان الصراع على سياسات الهوية. وقد أعادت صحيفة الغد ترجمة المقال والذي جاء في بعض فقراته: القادة الشعبويون يسعون إلى استخدام الشرعية التي يكتسبونها من الانتخابات الديمقراطية لتقويض المؤسسات الليبرالية مثل المحاكم ومؤسسات الإعلام والبيروقراطيات غير المنحازة. وكان هذا يحدث في هنغاريا وبولندا وفوق كل شيء في الولايات المتحدة. كما أن عدم ثقة الشعبويين في العولمة يقودهم أيضا إلى محاولة إضعاف المؤسسات الدولية الضرورية لإدارة النظام العالمي الليبرالي. إنني أتفق مع الحكم المشترك بأن صعود الشعبوية كان مدفوعا بالعولمة وما نجم عنها من الزيادة الهائلة اللاحقة في انعدام المساواة في العديد من الدول الغنية. ولكن لو كانت الأسباب الأساسية اقتصادية بحتة لكان على المرء أن يتوقع أن يرى شعبوية يسارية تصعد في كل مكان. ولكن بدلا من ذلك، منذ الأزمة العالمية للعام 2008 كانت الأحزاب اليسارية في تراجع، بينما كانت الحركات الجديدة الأكثر نشاطا هي المجموعات المعادية للهجرة مثل حزب بديل لألمانيا اليمين المتطرف والتحالف الشعبوي الذي يحكم الآن إيطاليا. وفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2016 تخلى ما يكفي من ناخبي الطبقة العاملة البيض عن الحزب الديمقراطي ليضع دونالد ترامب فوق القمة، متوجين اتجاها عمره 40 عاما من تغير الولاءات الحزبية. ويعني هذا أن ثمة شيئا يجري في المجال الثقافي والذي يحتاج إلى تفسير، وهذا الشيء هو القلق إزاء الهوية. يقوم مفهوم الهوية كما استخدم المصطلح على عنصر أساسي مشترك للنفس البشرية والذي سماه أفلاطون الثيموس، وهو المطالبة باحترام كرامة المرء الداخلية. لكن هناك تعبيرا حديثا بشكل خاص للثيموس والذي ظهر بعد الاصطلاح البروستانتي، والذي يقدر الذات الداخلية بطريقة أعلى من قوانين المجتمع وأعرافه وعاداته، ويصر على أن يغير المجتمع قواعده الخاصة لكي يمنح الاعتراف بتلك الذات الداخلية. هل فشل مهندس اعتمدت عليه في تصميم منزلك؟ هل اختلفتم على مدخل المنزل أو طريقة الوصول إلى سطح المنزل؟ لا داعي للخلاف، فقد
أخبره أن العالم يمضي إلى الأمام وأن الهندسة المعمارية تجاوزت كل طموحاتنا. فوكالة ناسا تجري مسابقة حول من يصمم أفضل المنازل خارج الأرض. فما الداعي إذن الخلاف على منازل الأرض وأن التنافس ومكانه تغير كليا وعليه أن يثبت نجاحه على الأرض كي تثق به خارجها. وتعنون شبكة CNN وكالة ناسا تكشف عن 3 تصاميم لمنازل على كوكب المريخ. نافست الفرق في المسابقة التي بدأت في العام 2015 لتصميم المساكن الملائمة للعيش على القمر وكوكب المريخ أو غيرها من الكواكب. وفي المستوى الرابع من المرحلة الثالثة للمسابقة طلب من 11 فريق تقديم تصاميمهم من خلال برنامج للتصميم وتسليم عدة فيديوهات قصيرة لشرح اختياراتهم. كما تم تقييم كل نموذج بحسب تصميمه العمراني وجمالياته بالإضافة إلى سهولة بنائه وقابلية توسيعه. وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شركة ناسا بتطوير المشاريع لإعادة البشر إلى القمر وكوكب المريخ في نهاية المطاف، إذ أعلنت الوكالة في نوفمبر الماضي أن 9 شركات أمريكية كانت مؤهلة لتقديم عطاءات على عقود بقيمة 2.6 مليار دولار على مدى السنوات العشرة المقبلة لتقديم خدمات معينة إلى القمر. وبالنسبة للتصميم الفائز فقد كان عبارة عن هيكل منزل ملتوي تملأه ثقوب صغيرة للسماح للضوء الطبيعي بالتسلل إلى داخل المسكن. منذ 31 من مارس 1889 وهو يقف دون أن يتحرك من مكانه في تشام دي مارس وسط باريس، ويأتي 7 ملايين إنسان كل عام لرؤيته. واليوم أعدت لأجله فرنسا مفاجأة وعنون موقع ألماني. برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده 130، وطبقا لموقع دي دبليو فقد تم افتتاح برج إيفل منذ أكثر من 100 عام، واليوم أصبح بمثابة أحد المعالم البارزة للعاصمة الفرنسية. يتكون البرج من 18,000 قطعة حديدية ومليونين ونصف المليون مسمار ووزن يصل إلى 10,000 طن. ويحتاج هذا البرج إلى طبقة جديدة من الطلاء كل 7 سنوات، تستغرق عملية طلائه ما يقرب من عام ونصف. عند افتتاحه كان برج إيفل أطول مبنى في العالم بارتفاع 300 متر صممه المهندس الفرنسي غوستاف إيفل. كان من المخطط الحفاظ على البرج لمدة 20 عاما قبل تفكيكه، لكن استخدامه كمحطة اتصالات لاسلكية سمح ببقائه. وككل مشروع عظيم في البداية انتقد الفنانون الباريسيون على وجه الخصوص البناء الحديدي وشكله الذي صوروه بأنه يبدو كمبنى يشبه مدخنة مصنع عملاقة كئيبة. الأحداث كما وثقها مصور الجارديان البريطانية نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. كما نعرض الأحداث من وجهة نظر أخرى ليست للمصورين ولكن لرسام الكاريكاتير والذين عبروا بطريقتهم عن مختلف الأحداث. إذن بهذه المجموعة من الصور والرسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.